على بركة الله مشاهدينا الكرام ينطلق شوط الوداع وختام أشواطنا في هذه الفترة الصباحية مشاهدينا الكرام. شوطنا 18 الخاص بالأبكار الحجاج من مسافة 3 كيلومترات. على بركة الله نسير مع البداية ونتابع المقدمة. هناك قمرة على المركز الأول، علي بن محمد بن قطامي العامري يقدم لنا قمرة مع الصدارة الأولى. أما المركز الثاني هناك شواهين على المركز الثاني، حمد بن خليفة بن محمد الدرعي وغير إلى البداية، غير إلى الصدارة. ثانية المراكز سعايب عيسى بن سعيد بن محمد العويسي على المركز الثاني. أما المركز الثالث ثالث المراكز هناك أيضا تنطلق من خلاله أيضا القادمة مع المركز شواهين، علي بن محمد بن سلطان العويسي على المركز الرابع والمركز الخامس. خامس المراكز هناك سلام عبيد بن حمودة بالزفنة الحرسوسي مع المركز الخامس والمركز السادس. سادس المراكز عندك يا بن كراز، هناك أيضا القادمة العاصمة سعيد بن محمد بن كراز المهيري يتقدم. مشاهدينا الكرام تقدم ملحوظ وملموس في هذا التحدي، وأيضا القادمة مع بن كحيد. هناك أيضا سلهودة محمد بن حمد بن حميد العويسي يتقدم مشاهدينا الكرام على المركز السابع والمركز الثامن. ثامن المراكز من الجانب الآخر هناك الرقم 9 على المركز وبرة خلف بن راشد النايلي الشامسي مع المركز الثامن والمركز التاسع. تاسع المراكز هناك أيضا شيهانة نايف بن سعود بن محمد الأبولوي يقدم لنا شيهانة بالرقم 37. هناك شهانة تتقدم مشاهدينا الكرام في هذا التحدي والناطق الرسمي من الجانب الآخر. هكذا النتيجة للعشرة المراكز المتقدمة، ولكن نعود مع ابن كراز على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. ركز يا أبو منصور هناك في المتابعة. أبو منصور بلا شك يقدم لنا الأسامي المتميزة كما قدم لنا الوحش والأسامي الرائعة. هناك العاصمة تنطلق على المركز الأول، سعيد بن محمد بن كراز المهيري. يا سلام يا أبو منصور، يا سلام على هذا العرض الرائع. روح يا أبو منصور مع البداية مع الصدارة الأولى مع الأداء الرائع مع لوحة الإعلان. 1200 يا أبو منصور، 1200 بقيادة الشاهنية على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. العاصمة سعيد بن محمد بن كراز المهيري. شوط الختام مع الكيلو الأخير، مع الكيلو المتر الأخير، والعاصمة مروحة لهالي العاصمة أبو ظبي هي المنطلقة بناموس هذا الشوط. سعيد بن محمد بن كراز المهيري 800 متر أخيرة. روح يا بن كراز، شوف الأداء الرائع. شوف يا الجمري، تابع هذا الشكل الزين والأداء المتميز من خلال انطلاقة العاصمة سعيد بن محمد بن كراز المهيري بعد المسافة. والعصا في الإبطان بدون أوامر تستنى الأوامر من مالكها تستنى الأوامر وتنطلق وتنفرد. يا سلام العاصمة سعيد بن محمد بن كراز المهيري يقدم لنا العاصمة. سلامي عليك وسلامي على أداء العاصمة بدون أوامر على الإطلاق تقوم راس وتنتهي راس. يا سلام العاصمة أوامر طفيفة والعاصمة على البداية، العاصمة على الصدارة. تهانينا والناموس سعيد بن محمد بن كراز المهيري. وشكرا يا أبو منصور على هذه المتابعة الرائعة لهذا الشعار الرائع مع العاصمة اللي حاملتنه العاصمة على ظهرها وتوصل السلام لهالي العاصمة أبو ظبي. تهانينا والناموس السلام يا الوثبة. سلام يا العاصمة، سلام يا الوثبة. تهانينا والناموس لمالك العاصمة على هذا الانتصار الرائع سعيد بن محمد بن كراز المهيري. تهانينا والناموس وشكرا يا أبو منصور. المركز الثاني 21 شواهين حمد بن خليفة بن محمد الدرعي، والمركز الثالث التوقيت الزمني 4:38 هو التوقيت الزمني للعاصمة. تهانينا والناموس سعيد بن محمد بن كراز المهيري. تهانينا والناموس.